بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هكلمكم عن الاندر اي ديفورمتيز. هما مش مجرد تير تراف، هما اربع حاجات. في نيزوجيجال جروف اللي هو بين بتوين تو ماسلز اوربيكولاريز اند ليفيتور لبيال سوبيريوس الكولونيزاي، جاب بتوين تو ماسلز، ماسل نير ذا نوز، ماسل اراوند ذا اي. ذا اصل تو ديفورمتيز تير تراف اند بالبيبرو مالر جروف. اف وي تيك ا ميد لاين، ميد بيبلاري لاين، it is in the groove between the bulbar and the peripheral part of orbicularis muscle. Medial is teardrop. Lateral is bulbomalar groove. It is the same line. Okay, and mid cheek groove, it is between the nasolabial and the mid cheek superficial fat due to depletion of the deep fat of the bone. Causes بتاعت الحاجات دي اللي هو herniation of the fat, detachment of the orbital septum, prominence of the orbital rim, atrophy of skin or subcutaneous fat, presence of orbicularis retaining ligament, anterior, and gap between the two muscles, as I said, and superficial buckling caused by contraction of orbicularis oculi muscle because there is error of refraction of the bulbar. Okay, يعني في أسباب كتير، يا إما هنخسر الفات، يا اما هنخسر البون، يا اما في ليجمنت موجود، يا اما في هرنيشن للفات، يا اما في مشاكل في النظر وعامل سباسب في العضله، يا اما في لص للفات اصلا في التشيك اريا. فطبعا كل حاجه بيبقى ليها علاجها. طيب انا لما هاجي اعمل كات سيكشن ده كلينيكال، يعني كلينيكال دي كده النورمال، هنا ده النورمال، هنا في علشان في اطرف في السكن في الحته دي والسبكوتينيوس فات، هنا ده النيزوجيجل اللي هو ده اللي هو الجاب اللي بين العضلتين، هنا في السبازم العضله تخنط عشان في ديبلوبيا في ايرور ريفراكشن. طبعا دي علاجها الافضل ان تروح نظر، والهرنيشن بتاع الفات اللي هيجي لسه الهرنيشن اهو، ده الهرنيشن بتاع الفات ان في مشكله في ويك في السبتم فحصل هرنيشن، ده سيرجري، ده بليفروبلاستي مش فيلر. لا يعني مستحبش ده يتعالج بالفيلر اصلا، ده يتعمل له بليفروبلاستي افضل. فيلر ده بلان بي نوت بلان اي. ده هنا ريزوربشن للبون والفات و مع الايجنج، ده ممكن يتحقن فيلر مفيش مشاكل، بس كل حاجه من دول لازم يكون ليها ايه الكوزيتيف تريتمنت بتاعها، مش كل حاجه بتتعالج بالفيلر يعني. فهو تريتمنت على حسب الكيس، يا اما ريفير اوف سالمولوجي، يا اما سيرجيكال ريبير برضه اوف سالمولوجي، يا اما فيلر بلان بي. طيب انا عشان احقن فيلر اي هاف تو تيك كير اوف ذا بلود فيزلز ان ذيس اريا، سو اي هاف مين 3 بلود فيزلز الانجولار ارتري هير. اوكي ذا على الميديال انجل اوف ذا اوربت في ال. طب والانفرا اوربيتال هحط اللاين هنا من الميديا، هنا الميد بيبي لاين، الميديال تو بيبي لاين، هنزل 0.6 ل1 سنتيمتر بلو ذا اوربيتال ريم. طيب في زي جماتكم فيشيال ارتري هنا، لا اخد من اللاترال كانساي ميديال لاين، ات از اواي فروم ات فروم اواي فروم ذا فروم ذا ترانسفيرس لاين باي 0.5 تو 1 سنتيمتر. فعشان كده احنا بنحقن ديب هنا عند ما بنعديش بره في الديب بون عشان هنا في ديب فيزلز. اوكي okay.